الانسان ما يقدرش يقول واحد الحاجه اللي ما عارفها حتى شي حاجه، فهمتيني؟ غير هو المهم ان الانسان احنا كنتمنوا له غير الخير، واكيد ما غاديش اللهم لا شماته، ما غاديش نشمتوا في فنانه هي كتبقى فنانه عزيزه علينا وكتبقى بنت بلادنا، والله يسهل عليها والله يفك ازمتها على خير ويخلي لها بنيتها يا رب. انا ما عجبنيش صراحه هذا الشيء اللي واقع نهائيا. كنت كنتمنى اننا دائما حنا كفنانين نكونوا يد وحده. انا كنمشي لمصر كيبقى فيا الحال، كنشوف كيفاش هما بيناتهم داك الحب وداك التقدير، ويمكن يكون بيناتهم خلاف لكن ما عمره كيوصل للسوشيال ميديا او الاعلام. اللي نبغي نقول هو انا هذا الشيء بالعكس ما مفرحنيش نهائيا. الله يخليها لبنتها، ونتمنى نسمعوا خبر زوينه ان شاء الله. والله ما كنت كنتبع، وكان كيوصلني ما نكذبش عليك، لكن انا ما عمر كان تركيزي على شكون كيسب ولا شكون هذا. وي كيف ما قلت لك كان كيوصلني، تسبيت في ذاك الحساب، تسبت عائلتي، مي هذا ماشي معنى اننا اللي سب غادي نتابعوه. صافي يعني الله ربي كيسامح وانا مسامحه، ما عنديش مشكل. ما غنقدرش نقول لك رايي، لانني انا ما بغيتش هذا الشيء يكون، انا ضد هذا الشيء يكون، انا ضد الفنان يكون داخل شي مشكله، ما نبغيهاش. حيت دنيا كيف ما بغات تكون راها مغربيه وبنت الحي محمدي وبنت الطبقه الشعبيه، ما نبغيوش لها شي حاجه خايبه، ما نبغيوهاش تكون وسط هذه المعمعه اللي هي غتكون يمكن غير ماشي غير هكاك دخلت لها. نتمنوها تخرج منها بسلام. حسبي الله ونعم الوكيل، هادشي اللي غادي نقول. يمكن انا اقل تضرره، لان كنشوف ان كاينين بزاف البنات تحطمت حياتهم، كاين بزاف العائلات شتتهم، فكنظن انني اقل تضررا. الله اعلم شكون الفاعل، انا شخصيا لا يعنيني شكون اللي فعلها، واش اكس ولا ايكغيك، قد ما كيعني الله اعلم. ما كايناش شي حاجه باليقين لحد الان، لان كنسمع بزاف لي فيرسيون، فالحقيقه مازال ما كنظن ما عرف حتى شي حد. الراي ديالي نتمنى اي واحد عنده شي مشكل يتحيد المشكل، لانك اي واحد اللي ما خرج من الدنيا ما خرج من عقايبها، كل واحد عنده مشاكله. نتمنى ان شاء الله ربي يفرجها عليه ويفرج على جميع المسلمين.